انا جيت. هو سؤال واحد بس، واحد بس، انا مش عايزه غيره. انتوا فعلا فعلا بتاكلوا المكسات اللي انتوا طالبين مني اكلها قدامكم دي؟ يعني انتوا فعلا بتاكلوها ولا انتوا بتسلموني؟ يعني انا رحت سمعت كلامكم وجبت كل حاجه ما قصرت، بس جوايا طول الوقت سؤال، هي الناس دي بتاكل الحاجات اللي بتقولي عليها ولا بتشتغلني؟ مش عارفه اقول لكم ايه، خايفه اقول لكم هبهركم يعني تصدموني انتوا. يلا بينا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. يعني يلا نبدا الشغل. الموضوع بدا يا جماعه من ساعه ما ماريا، طبعا انتوا اكيد شفتوا الفيديو عندها، قالت لي احنا عايزين نعمل حلقه مكسات غريبه ونشوف الناس هتقول لنا ايه. طب حلو قوي. انا للاسف ما عرفتش اكون معاها اليوم اللي هي صورت فيه الحلقه، فقالت لي خلاص نعمل حلقتين. المفروض بقى هي كانت تبقى معايا برده، بس للاسف خرجت مع اصحابها وسابتني. خلينا نبدا كده بحد ابن حلال قال لي على وصفه سهله جدا، وده كان احن حد فيكم الحقيقه. محمد جابر قال لي على عنب بالليمون وبالسكر في الفريزر. طبعا دي هنبدا بيها ونحطها في الفريزر عشان لحد ما نخلص بقيه المكسات العجيبه اللي انتوا قايليني عليها تكون ايه ظبطت ونقدر نجربها. احن واحد فيكم فعلا يعني. اول ميكس معانا من ترشيح محمد جابر هيخش الفريزر دلوقتي لحد ما نخلص الحلقه، وبعدين نشوف ايه اللي حصل. بطاطس محمره بايه بقى يا ايفا؟ بالايس كريم. ودي من حنونه. حنونه انت عندك حنون؟ انا ما عنديش حنون. انت كيس وانا كيس. جماعة جايبه معلقتي عشان اجرب معاها. ليه ممكن حد ياكل بطاطس يعني؟ ليه طول عمرها معروفه بالكشب؟ بطاطس بالكشب. لا بس بقى حلوه. هي ايه اللي حلاها؟ يعني مش مؤذيه. مش مؤذيه طبعا بالنسبه لسه هتعرفيه. مش ذوقي. كم من 10؟ 5 من 10. منا بقى سابت كل مكسات الدنيا وقالت لي ايس كريم فانيليا مع ايه بقى؟ مع كاتشب. ايس كريم فانيليا مع كاتشب. ليه؟ خالص انا دي. مش عارفه. بطاطس ما عنديش مع ايس كريم، فاللي هو صعبه قوي دي. صعبة قوي دي. اجيب لك منديل؟ ليه؟ ليه يا منى؟ بتعملي كده ليه؟ مش هجربها. لا هتجربيها. لا هتجربيها. بس دوقي. ما تقوليش عجبك. لذيذ. ازاي يعني؟ عامل زي ايس كريم الفراولة. ما مش جاب لي جاب يا ايفا، مش جاب لي جاب. هو عشان اللون احمر. لولا اختلاف الاذواق. شكرا يا منى، الميكس ده اديله 3 من 10 يا روح قلبي. 4 يا منى. حد بقى بيقول لي ايه مثلا؟ ايه مثلا؟ ايس كريم شوكولاته. ده محدد ده كمان. ايس كريم شوكولاته بملح. ايه ده؟ ايه ده؟ ايس كريم شوكلي. ايس كريم شوكولاته برتقاين. ايس كريم شوكولاته عليه ملح. بس كويسه. هي محاوله لافساد السكر اللي في الايس كريم، لكن هي مش ضايفه حاجه. هي حتى خارج التقييم مش هقول لك كام من 10. مش هقول اللي بعده بقى عشان نخلص من فكره الايس كريم، عشان عمال يسيح فعايزين نلحق الدنيا. شيبسي خل وملح مع ايس كريم برضه. يا حلو. عجبني برضه جدا. لا حلو يعني. لا حلو قوي. ايه انا هاتي العلبه بالكيس. ما اكتفوش بقى بكده، شيبسي خل وملح بالشوكولاته. انا عامل الشيبسيه معامله التوست. التوست. خدي. 1 2 3. لا حلو بالظبط، شبه بسكوت بنكهه مملح كده وفي شوكولاته. 6 من 10. لا انا مش زيها. 4 من 10. لا راليا محمد بتقول لي ايه يا ايفا؟ بطاطس مقليه من غير ملح عليها عسل وعيش وفي فشار او فنكوش حرفين تحفه. بطاطسايه تمام، وعاملها معامله الكاتشب. بجد كاني باكل عسل بطحينه. صح؟ اي فعلا. لذيذه جدا يعني. وقت ما اكون جعانه وما عندناش في البيت غير بطاطس وعسل هعمل. مش هو العسل الاسود؟ لا غريبه. هي دي بصراحه مكسات مقبوله جدا يعني. 5 من 10. عيش وفي فشار او فنكوش حرفين تحفه. عيش في فنكوشتين. هاخد اطمط ديكي بقيت عشان بس ما نضربش العيش. مش هقول رايي قبل ما تدوقي. مفيش طعم بالظبط. تعالي نجرب الفشار بقى بالعيش. الفشار احلى. خش على الفشار. تعالي نغمم الغدا النهارده فشار بالعيش. بس العيش دايما اضافه يعني. هو برده العيش ملوش طعم، ف هو طعم الفشار اللي بس عشان الفشار مملح ومقبول. في طعم عن الفنكوش. 4 من 10. شيماء بتقولي عسل اسود وخيار. خد يا ايفا. 1 2 3. لا 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 ما تعملش كده تاني. لا دونت تراي ذيس. نانا بقى بتقول لي ايه؟ مانجا وعليها شطه وليمون. تعالي لي يا نانا. كنت الفاكهه المفضله عندها المانجا. طبعا ما فيش مانجا دلوقتي. سوسته. عملت شريحه لايفا وشريحه ليا. تاخد نقطتين هنا كده. اتفضلي يا فندم. يلا 1 2 3. يا ربي لا يا ربي لا. انا باكل رنجة. دبسيخ. والله كنت لسه هقول دبسيخ مش مانجا. ليه؟ ممكن تبقى قصدها المانجا لما تبقى حلوه من السكري مثلا تبقى حلوه. لا 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 هي ما مع... هو ميكس. لا ميه بعد اذنك. المايونيز وبمربة الفراوله. نعمل دي بس. انت قطمه ونقطه مايونيز ربة فراوله
اقول لك انا اكتشفت الميكس ده هي ازاي. ما كانش فيه جبنه في يوم في البيت. مش عارفه ابلع. لا ما تعمليش كده تاني انت. انت ما تعمليش